انا برايي ايه شجعوها، تعرف ليه؟ لانه ما في قرار بينرفض. اذا هي بتقدم اي قرار بالمجلس لينرفع على مجلس الوزاره بده يمشي، لو بيكون كملة ذرية مشو. اكيد بحبز الفكره انه جنس اللطيف، وهيفا كمان لها شعبيه يعني بتغطي على كل الاحزاب، يعني اي واحد قد ما كان متعصب لحزبه حيفضل هيفا على حزبه، انا هيك برايي. هيفا بتنجح نيابه كله مصوت له. لكن كثيرين ممن يحبون هيفا الفنانة لا يحبذون فكرة انتقالها إلى عالم السياسة. ما هي المرة بالبيت الزلمة مش عم بيقدر يتنفس، هيفا وهي بقى تطلع وتحكم. شو بدها بالشغلة؟ شو بدها بالشغلة؟ عاش اللبنانيون في السنوات الماضية أوقاتا عصيبة وسئموا من رجال السياسة هنا، فلما لا يطلبون من هيفا التعبير عن مشاكلهم وإيصال صوتهم، هي التي دخلت بسرعة البرق إلى قلوبهم. كلام جميل، ولكن هل سينجحون في إقناعها بتمثيلهم؟ نسرين حطوم، العربية، بيروت. إذن هيفا رح نبدا محل ما انتهت زميلتنا نسرين، وبتسالك هل بالفعل قدروا يقنعوكي انك تترشحي للانتخابات النيابيه؟ يعني اكيد في لك تاثير كبير على الراي العام. طبعا يعني انا ما بعرف شو بدي اقول صراحه، بس انا سمعت بهيدي الخبر من يومين، والشيء اللي بحبه اني قدرت هالقد وصل احساس بنوع من الامان للناس بيشوفوه بهيفا، انه اذا هيفا يعني حلول. بس اكيد الواقع غير هيك بالمره، سياسه لها ناسها ونائب ما كثير. يعني هلا انا اكيد فكره من عندي، انا مش وارده، بفضل كون بمحل يحبوني اللبنانيه والناس من محل فني، اقدر اوصل يعني يمكن سفيرة نوايا حسنة، لأنه كلمة نوايا حسنة ما فيها شيء، ما لا تشوبها شائبة. السياسي يعني معه ضده نائب وزيرة أوكي بقبل، لأنه الوزير. طيب أي وزير؟ الوزير. أي حقيبة تتمنى تكون لك إذا صرتي وزيرة؟ اجتماعيا بحب كثير القضايا الاجتماعية تبع الناس، بحب يعني أنا بحب كل شيء بتوجه للشعب دايركتلي، يعني وزيرة الشؤون الاجتماعية مش عن طريق ما بعرف مين. أنا أكيد مش عم برشح، مش عم بعرض اسمي، بس أنا عم بقول إنه أنا بيهمني الناس، الناس اللي حكيت، الناس اللي عن جد عم بتعاني من السياسيين المزاجيين هالايام، عم تجي المعاناه على الناس. يعني الناس صار بدها اشخاص يهتموا فيهم هن، مش بس يهتموا بسياسه البلد، لانه هن مش مستفيدين منها كثير لسياسه البلد. اجتماعيا الناس عم بتعاني، ما عم بيعرفوا يعلموا اولادهم، التدريس غالي، اللقمه صارت غاليه، الحكمه غاليه، ففي ناس بحاجه تاخذ مناصب لتهتم بهذا الشعب. يعني لانه بعتقد اليوم ما بهمها الست بالبيت، الوزير او النائب الفلاني ما بعرف وين عم بيزور ليحل مدري شو، مش رح ينحل برايها هي، انه القصه مطوله، فلازم يجيبوا اشخاص يهتموا بالشؤون الاجتماعيه. هلا بعتقد هذا اهم شيء. واضح انه عندك اراء يعني محدده عن الوضع، احكي لنا اكثر، انت بتميلي لحدا ولا لجانب مثلا معين؟ انا يعني امبارح سالوني انت مع اي لون، سالني يعني صحفي على التليفون، ما فهمت السؤال قبل، بعدين انتبهت انه مزبوط صرنا مجزئين مقسمين لالوان يعني بلبنان. قلت له انا مع اللون الابيض، لون السلام. قال لا بدي الوان، فاعطيته الوان العلم اللبناني، قلت له هي هي الواني، لانه ما حدا مستفيد من شيء غير، وما حدا عم ينضر غير الشعب، ما حدا عم يستفيد غير هن. طب قبل ما نختم يعني هذا البارت والقسم، بصراحه يعني عذرين على السؤال، اللي بينشهر بصير كثير اقاويل عليه منه النكت، كيف تتعاملي مع النكت اللي تطلق؟ النكت بتطلع على النجوم، حتى السياسي النجم مش بقصد
السياسة لما بيكون نجم بمرحلة من المراحل بتصير تنصب لعنده النكت، فبتطلع النكت على شخص أول ما تقول اسمه يفهموا الحضور عن مين عم نحكي. يعني ما بتضايقك النكت؟ لا، لأنه النكت تطلع عن نجم، عن نجم يعني. هلا طبيعي يعني، أنا إذا بدي أرجع للريبورتاج اللي كنت هلا عم بحضره، بيسيب أنا بيكبر قلبي إنه أنا بنت جنوبية هالبلد يعني له حقوق علينا، أنا وغيري من المواطنين لازم نعمل هالشي، مش ضروري نكون نواب ووزراء لنقدر نعمل تجاه بلدنا. وأحيانا كتير الإنسان بيعمل شي من محبته لهالجهة اللي عم يعملها بدون ما ياخد كاميرا ونروح نصور. اليوم إذا بدي أعمل نايب وصور حالي بأحلى طلة وبعدين بس تروح الكاميرا ما أعمل شي، لا بلاها ما أكون بهالموقع. خلينا من الموقع الفني أقدم شيء قد ما بقدر، شيء من خلال لبنانيتي، من خلال فني للناس اللي طالع بإيدي. لما عم نسافر لبرا عم نحكي بأحلى صورة عن أحلى بلد، نمثل لبنان بصورة حلوة، هي أكثر شغلة بتشرفني. السياسة شوي وجعت راسي، مش قصة وجعت راس. السياسي اللي ما بيعرف ياخذ قرار بلا يعني بلا ما ياخذ هالمنصب، يعني الحقيقة وزير أكثر عنده قرارات، يقدر بيقابل الرؤساء برا، بيحكي بامور اللبنانية. احنا طبعا يسمعك لسه رح يكمل، بس لازم هلا نتوقف مع فاصل صغير ونشرة اخبار ونرجع من تاني. اي اكيد.